ايه يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة كده معانا لعبة جديدة على القناة، لعبة مرعبة كده. يعني عملت تصويت امبارح نلعب اللعبة اللي هي بترفع الضغط ديت، اللي هي جيتنج اوفر ايت ولا جراني. يعني الاغلب اختار جناني، فانا اختار جراني بقى. عليا الطلاق كده. فلو عايزين نعمل على سلسلة كده، اشوف الدعم بتاعكم كده، لو رينج عالي كده فيها نعمل عليها حلقتين وتلاتة لغاية ما نقفلها. قبل ما نبدأ بقى يا جماعة، ما تنسوش اللايكات والاشتراكات، ويلا يا بينا يا باشا على الفيديو. طبعا نخلي كل حاجة عادية، الامكانيات الجهاز في حاجة الترا يعني. ده قمنا يا جماعة من النوم. اللي موجود هنا بس الاول بيقول اهرب من البيت، او انا مش فاهم، بس هو حاجة هاوس يبقى تقريبا اهرب من البيت. ايه من ده؟ الفوزة دي بتعمل ايه؟ لك زينة يا بابا. يا نهار ايش ايش ده، اول مرة والله. تقريبا كان التصنت تقريبا على الباب، حاجه زي كده. ماشي، انا هعديها في اليوم التاني ان شاء الله. الله 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 الله. اجري اجري تاني، خب خب. لا الله الله. بس 2000 years later. تقريبا مش هتيجي، فيلا نبدأ الشغل بقى. لأننا لا نخشى إلا الله يا ولاد. لا إله إلا الله. اقفل ده، خبى هنا. لا مش مرعبة يا جماعة، مش قوي يعني. فتح ات بيعمل ايه ده بقى؟ مش عارف. فتح الادراج دي، مش حاجة. وات ايه ده؟ مدخل سري. ايش تحت بقى؟ مدخل سري تاني. في هنا زرار فوق ندوس عليه. قول ده بيعمل ايه؟ في هنا مقبض بيعمل ايه؟ في حاجات كتير قوي يا جماعة عايزة تتعرف. في هنا ريموت، في هنا رجل بني ادم، هنا صورة بنجمعها، وهنا بتاع وقعتها، وان شاء الله هنموت كلنا. افتح بالمفتاح ده طيب، ولا اعمل اي حاجة؟ قطع قطع. انا لو مكانه لا امسك السلك واشد يا باشا. ده الهروب. حد جاي؟ لا اله الا الله. اوه نفضل نجري كده كتير يا جماعة. هروب 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 هروب. روح هروب. زاول زاول زاول. ايه هنا؟ بنجمع الصورة، وهنا بطارية. هات البطارية دي، يا نهار ازرق. حط البطارية هنا. حلو الكلام. النهاردة هنهرب بالعربية يا جماعة. وير ار يو؟ انا هنا تحت. يخرب بيت الخضة. الحمد لله اللي احنا حطينا بطارية تحت. ايه الاعلانات دي؟ داي 3. لا اله الا الله، انت دايما تحت. ده بتاع الريموت ولا ده بتاع ايه؟ اهو ايوه، الباب وراك. ايه دي؟ سبراي.
شكلنا كده هنضرب الجتة. يا نهار يا حلاوة، لازم نجيب الاسبري من تحت بسرعة. اسبري تحت الاستغرب بالاخر ابتدى. استغفر الله العظيم واتوب اليه. نعيدوها مرة اخرى، لازم نقفل. لو وصل لحدنا يا جماعة لايكات واشتراكات. لا حول ولا قوة الا بالله. لا منين طلع الديب ده؟ هناك شيء هنا كده، مخبأ سري. وعلى ريموت. عايزين الاسبري، عايزين الاسبري. في خشبه امسك يا معلم، في لزقه كده ولا مش عارف دي صابونه دي ولا ايه دي. في ايه تاني؟ في سبري. هات، انا عايز الاسبري. تعالى يا فين. ايوه بخ بخ، شممها. ما حصلش حاجه قوي. شوت جن، هات الشوت جن. لا 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 يخ 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 يخ. لا إله إلا الله. تجمع هنا نايس حتتين كده. لا إله إلا الله. اجري 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 اجري. ده المنطقة المحرمة بقى، المنطقة المحرمة. ايوه تخبص 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 بس كده. ايه ده؟ ده في باب هنا ومستخبي. ايه ده؟ اعوذ بالله. عايزين شاكوش. وهنا في قطعة تانية غريبة. ايه الزرادية يا هلا؟ تروح حاجة هنا، هتروح سم فرين ولا حاجة. ننزل تحت في المجاري اكتر. في حاجة فوق كده بس انا مش واخد بالي منها، تقريبا بره البيت حاجة زي كده. بس مش هيطلع ليه ده؟ تقريبا في مكان يخليك تطلع لبره حاجة زي كده، احنا ما خدناش بالنا منه. فاهم انت؟ انا كده اتحبست. طيب انا كده اتحبست. يا نهار ما. اخر يوم. لا اله الا الله. ياه. وبس كده يا جماعه، اعتبر خلصنا الحلقه دهيت. لو عجبتكم اللعبه ديت وعايزيننا نكمل يعني فيها ونحاول كده نقفلها يعني، ويعني فاهم انت، لايكات اعوذ بالله، لايكات واشتراكات يعني، ويعني انت فاهم بقى، حفر في المقشه كده بقى ودم.